مباشرة بلش احكي معك ومرحبا وكيفك وبدنا نقابلك وبعد السي تبعك خلينا نشوفها عشان نشوف هل انت مناسب للوظيفة ولا لا. بعدين انت بعثت له السي في راح قال انت مناسب وقام بعث لك عقد عمل بشكل مباشر ويوجوالي بيكون الراتب فيه راتب مرتب انت ما تكون متوقع هالقد يلا بدي اطلع. وبعدين بقول لك مصاريف الفيزا عليك فبعث لنا ثمن الفيزا عشان نقدم لك على الفيزا علشان نتاكد انك انت شخص مناسب او شخص جدي في هاي الوقت. لهون اذا صار هذا السيناريو معك بقول لك هاي عمليه نصب 100%. واللي بدي احكي لك اياه انه ديروا بالكم من عمليه النصب، في كثير ناس بيستغلوا حاجه الاشخاص اللي بدوروا على وظائف وعارفين الوضع الاقتصادي اللي في كل الدول اللي ماكل هوا. فبلش هو يتواصل معك وبيحاول يكون بروفيشنال او بطريقه رسميه، واللي بخليك انت تحس انه ليش ما اروح، يعني فرصة اضيعها على حالي. فبتروح انت بتوقع بفخ هذا الموضوع، بتروح تبعث له المبلغ اللي هو بيطلب منك للوظيفة او للفيزا، وكان الله بالسر عليم. بعد هيك لا بسمع منه ولا بسمع منه. فديروا بالكم من هاي الاشياء. اللي بدي احكي لك اياها العلامات اللي اكيد 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 عم بحكي لك انه اللي عم بتواصل معك هذا يعني 80% نصاب، اذا انت ما قدمت على الشركة وما بتعرفه ولا بعرفك وسألت من وين تعرف عني، قال لك أنا بعرف عنك من الموقع الفلاني وأنت أصلا ما عندك أكاونت في الموقع الفلاني، فهاي عملية نصب على الأغلب. الشغلة الثانية بطلب منك هو يبعث لي السي في تبعك. يوجوالي الناس اللي بتوظف مش فاضية هي تدور على الناس الثانية وتحكي لهم بعثوا لي السي فيات تبعتهم، وأساسا بيكون واصلهم عدد هائل من السي فيز، إلا إذا في ريكومنديشن من أشخاص بيعرفوا قالوا لهم هذا الشخص والله شاطر. ويمكن كمان احتمال انهم يحكوا معك قال لي راح تقول لهم طب خلوه يبعث السي في. اوعى تكتب هاي في الايميل، واوعى تكتب الاي سمول. كل هذا الحكي انا ما راح احكي لك اياه في هذا الفيديو، بس راح احكي لك كيف تبعث الايميل بطريقه تخلينا كم ناس بدنا نوظف نفتح الايميل تبعك ونفتح السي في تبعك، رن عليك ونقول لك حبيبي تيجي عندنا على انترفيو خلينا نشوف كيف. اجاني كثير اسئله انه كيف نكتب الكفر لتر او كيف نكتب رساله التغطيه او كيف نبعث الايميل او whatever. اول شيء بدي احكي لك اياه لا تحكي عنها رساله تغطيه لانه ما حدا بيعرف شو يعني رساله تغطيه، اسمها كفر لتر او كيف ابعث الايميل للوظيفه، انسالي موضوع التغطيه. اللي راح احاوله في هذا الفيديو اني راح احاول اشمل معظم النقاط الخاصه بالايميل اللي بدك تبعته مش بس بالرساله اللي بتنحط جوا الايميل. اللي بدي احكي لك اياه، اول شغله ابعثه من ايميلك الشخصي اللي يفترض، ما بدي اقول لك بروفيشنال واقعد احكي لك حكي تنميه بشريه، بس اكيد ما راح تبعته من ايميل لولو اندرسكور اناريه الدلع دوت كوم، بليز يعني ابعته من ليلى اندرسكور احمد ات وات ايفر اللي بدك اياه دوت كوم، او جاسر ات وات ايفر الدومين يعني هوت ميل اوتلوك جيميل وات ايفر مش كثير فارق، المهم انه ابعته من اسمك، يعني رجاء ابعته من اسمك. النقطة الثانية اللي لها علاقة بالنقطة اللي أنا حكيتها قبل شوي، ما حدا راح يفرق معه شو الدومين تبع الإيميل، يعني إذا أنت كنت at gmail مش كثير راح يفرق معي، إذا outlook ما راح يفرق معي بالمرة، إذا hotmail ما حنتبه أساساً، يعني ما بهمني أنت شو عامل الإيميل تبعك. الناس اللي بتقول لك الجيميل بروفيشنال أكثر، ما فيش إشي بروفيشنال أكثر من إشي، بهمني أشوف السي في تبعك. شغلة كثير ضرورية، رقم ثلاث، إذا أنت قاعد بتقدم للوظيفة نفسها في أكثر من شركة أو لأكثر من وظيفة في أكثر من شركة، فرجاء لا تحطنا مع بعض كلنا وتبعث لنا الايميل نفسه واشوف انك انت باعت الي ولاخواني، راح اغار من اخوي الثاني راح احكي انك تحبه اكثر مني، راح احكي انه احنا كلنا مش فارقين معك، ابعث لنا كل واحد لحاله عشان تضحك علينا ونحس باهميتنا في حياتك العمليه اللي انت اصلا مش شايلنا من ارضنا. رقم اربعه، موضوع الايميل حاول او حاولي يكونوا واضحين وستريت تو ذا بوينت. انا اذا مهتم ما راح اعرف لحالي، انا والله مهتم ما دام فتحت الايميل وبدي اوظفك وحياه الله انا مهتم، بس ما راح اعرف لحالي شو موضوع الايميل. ومرات انا بكون نفسيه وما بتطلع على الايميل اللي السبجكت تبعه ملوش دخل في الوظيفه اللي انا بدي اوظفها، ما عندي وقت والله مش فاضي، مش انا مش مهتم فيك او مش مهتم فيكي، بالعكس انتوا اهم اثنين في حياتي، بس انا بعتوا لي اياه ستريت لا تعتمد على ذكائي. يعني اليوم هيك بدي ادردش معاكم دردشه بسيطه عن بوست انا قراته على الفيسبوك، وهذا البوست كان في حدا قاعد بيسال على واحده من الجروبس عم بيحكي لها يعطيكم العافيه تطبيق لينكدين كيف ممكن نستغله حتى نلاقي وظيفه، حدا استفاد وكيف وفيدونا يا ريت. حكيت لك انه انت اذا انت بتشتغل او بتدور على وظيفه
أو ليتر أون بعد 200 سنة ضوئية راح تضطر أنك أنت تدور على وظيفة، فلازم أنك أنت تستغل السوشيال ميديا بلاتفورمز في أنك أنت تسوق لحالك على الوظيفة اللي أنت تشتغل فيها والمهارات اللي أنت موجودة عندك، وتشتغل على مهاراتك وتطورها وتعرف الناس أنك أنت بتعمل X و Y و Z، لأنه غير هيك ما حدا راح يقدر يعرف عنك، وراح تظلك تدور على موضوع الواسطة اللي هي أصلاً مش موجودة عندك واللي ما راح تلاقيها، وراح تظلك تندب بحظك وتدور على الشغل بالطرق التقليدية اللي انت أصلاً مش جاي من البيت، كمان يمكن انك انت تروح تدور على الوظيفة، والناس كمان بطلت أصلاً بالطرق التقليدية ان هي تستقبلك، تيجي انت تدور من الشركة او تدخل على الشركة تقول لهم انا بدي ادور على وظيفة، راح ياخذوا منك سي في عادي، راح يحطوه كمان معهم بالسي في، بس احتمال وصول السي في تبعك للناس المعنيين لما انت تروح بنفسك وتحطها عند الاتش ار او تحطها عفوا عند الريسبشنست اقل من انك انت تواصل مع الناس اونلاين. هلا موقع لينكدين هو موقع ما بديش احكي سفاح وخرافي احسن مكان انك انت تلاقي وظيفه، لا هو لا سفاح ولا خرافي ولا احسن مكان انك انت تنقي وظيفه، لكنه هو موقع مهم جدا 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 علشان انك انت تقدر تعرف اتليست عن الوظائف اللي بيتم الاعلان عنها. انا الي يمكن 8 شهور عم بوظف، بالثمان شهور ولا شخص وظفته فعليا غير عن طريق اللينكدين اجاني، يعني انا كانت الشركة عندي تنزل الاعلان على البيج تبعتها على اللينكدين وبس على اللينكدين، وينزل هذا الاعلان والناس تبلش يا تحط كومنتس يا اما عن طريق هذا البوست تعرف الايميل اللي راح تقوم بانها هي تبعث عليه السي في او الايميل تبع التوظيف اللي هي انترستد بهاي الوظيفة علشانها عم تبعث هذا الايميل. وخلال الثمان شهور انا بتخيل العدد اللي وظفته يمكن 8 أو 9 اشخاص عن طريق اللينكدين، انه كانوا من عدة دول، ناس جوا دولة قطر وناس من برا دولة قطر، سواء من الاردن او من الهند او من اكتر من دولة حسب البوزيشنز او حسب الناس اللي كانوا مناسبين للبوزيشنز اللي انا بشتغل عليها. فاللي انا بدي احكي لك اياه انه مش بس اللينكدين هو المكان اللي انت راح تدور عليه، لكنه اللينكدين اتسلف موقع يعني خصب، او خلينا احكي بيئه خصبه بوجود وظائف اكيد في المجالات اللي انت بتدور عليها، لكن انت كشخص بدك تعرف كيف تستفيد من موقع اللينكدين. بدك تدخل على اللينكدين تظبط البروفايل تبعك، تعمل السي في تبعك اكيد، تعمل كل الفيلدز اللي مطلوبه في اللينكدين انك انت تعبيها، تعبيها بطريقه صحيحه، ما راح اقعد احكي لك بروفيشنال ومش بروفيشنال، انك انت تكون سفاح وانك طريقتك عبيها بطريقه تعكس شخصيتك والشغل اللي انت بتشتغله. لا انت راضي عن هذا العرض الموجود على هذا البلاتفورم، ذات مينز انه ات ريفلكتس يو، واحنا ما بدنا اكثر من ان هي تعكسك انت بطريقه صحيحه 100%. وغير هيك اكيد